مرحبا بأحلى ستات في مصر. النهاردة هتبقى حلقتنا عن السبانخ بالشوفان، طريقة جديدة وجميلة ومفيدة وغنية بالفيتامينات. انتوا عارفين طبعا ان السبانخ مليانة حديد، والشوفان طبعا بروتين وألياف وكلها حاجات مغذية، ودي وجبة مشبعة ومليانة بالفيتامينات. وتعالوا معانا نشوف الطريقة ازاي. السلام عليكم. احنا غسلنا السبانخ اهي وسايبينها تتصفى في المصفى، غسلناها كويس بمية وخل وسايبينها تتصفى. نقطعها بالمقص بنفس القطعة دي كده، حجم القطعة دي بنقصها كده كلها بالمقص. بعد التقطيع قطعناها هي كلها بنفس المقاس بالمقص. خليكم معانا دلوقتي هنحطها على النار. حطينا دلوقتي معلقة سمنة صغيرة، هنحط حبة زيت بصل وثوم مفروم، وزودنا طبعا الثوم 5 فصوص ثوم عشان الطبيخ دايما بيحب الثوم كتير، ففرمناهم مع بعض عشان ننزل بيهم من على النار. دلوقتي حطينا الثوم والبصل ونديهم بس نص تقريبا، بعد كده نحط السبانخ تتقلب معاه. نزلنا بالسبانخ نديها تقليبة مع الثوم والبصل، كل ده طبعا هينزل عشان كل المية بتاعته هتنزل في الحلة. نقلب بالراحة. هون ده شكل السبانخ. بنجهز دلوقتي عصير الطماطم. انا ما بحبش اسبكها، انا بحطها ني في ني. اقطعها دلوقتي واحطها في الخلاط واضربها، وهنزل بيها السبانخ على طول. السبانخ بعد ما نزلت ميتها، ده الشكل السبانخ بعد ما نزلت ميتها، نزلت كده دبلت اهي نزلت. هننزل بيها دلوقتي بعصير الطماطم. هنديها تقليبة بعصير الطماطم. ولو حابين نزود بدل المية، عندنا اي شوربة ممكن نزودها. هنزود الملح، معلقتين كبار من معلقة الشوربة من الشوفان، وده احنا هنحطه عشان يزود قيمته الغذائية وعشان يبقى مفيد لينا. انتوا عارفين طبعا السبانخ مفيدة جدا للكبار والصغيرين، فاحنا عشان نزود قيمته الغذائية هنحط معلقتين كبار من الشوفان او 3 معالق اللي حابب يزود، وده هيديها قوام تقيل شوية عن القوام السائل، عشان الشوفان طبعا بيبقى عامل ما بيتحط على النار بيدي قوام النشا شوية. وفي بدائل طبعا للشوفان، ممكن لو عندنا اللي هو الغلة اللي هي البليلة نحط حبة. معانا دلوقتي سكر وجنزبيل وفلفل اسود، ده هنحطهم على طول على السبانخ. خليكم معانا نحطهم دلوقتي. هنسيبها دلوقتي تتسبك مع بعضها.
ونغطيها ونسيبها حوالي نص ساعة. شوفان، ودي كانت السبانخ بالشوفان الصحية.